التلطف معهن بهدف الإنقاذ والمساعدة. تتحمل الأسرة النصيب الأكبر في حماية بناتها من ظواهر لم تعد عابرة فقط، بل مؤثرة ومدمرة. مواصلة لهذا الموضوع، معنا إحدى البويات إذا جاز لي التعبير، الملقبة بعزوز، وهي طبعا اسمها عبير. عبير، أقول مساء الخير. ألو. عبير، أهلا. مساء الخير. تحب أقول لك عزوز ولا عبير؟ لا طبعا عزوز. أوف، عزوز يعني أفضل من عبير. أكيد. طيب خليني يعني شوية أتغلغل إلى نفسيتك. إيش الإحساس اللي تشعرين فيه لما إحنا نقول لك عزوز مو عبير؟ إيش الميزة؟ انه هي انا اساسا. كم عمرك يا عبير او عزوز؟ خلينا نقول 25 سنة. متى يعني بداتي او شعرتي بانه انت ترغبين في دخول هذا العالم؟ مراحل يعني مبكره، تقريبا من المتوسط. الرجل ما كان حولك في مجتمعك في بيتك، ما كان يشعرك بأنه يعني أنت عندك طاقة أنثوية ويجب أن تستغل بالطريقة الصحيحة؟ كانت علاقاتك كلها نسائية، كل من حولك نساء وقتها، كلهم بنات؟ ما فهمت. يعني أقصد اللي أدخلك في هالعالم، هل هو وجود المرأة حولك دائما ولا هي رغبة في داخلك حسيتي فيها؟ هي رغبة في داخلي، وكمان يعني اللي حول يعني حسوني بهذا الشيء. إذا دخلتيها أنت من خلال واحدة ثانية تمارس نفس الوضع؟ هي أكيد نفس المجموعة يعني. كنتم مجموعة أنتم؟ أي. وعرفوكي على هالطريقة، كم كان سنك عبير؟ كيف؟ كم كان سنك لما دخلتي في هالمجموعة؟ في بداية متوسط، أولى متوسط. شعرتي أنه في داخلك ذكر مش أنثى في داخلك؟ نعم. سبحان الله. طيب يعني الظاهرة هذه في المدارس في الجامعات من خلال المراحل اللي مرت فيها الدراسية، شعرتي أنها منتشرة بشكل يعني كبير؟ أيوة، مو شيء غريب، منتشرة وكثير وتمارس علانية داخل الجامعات داخل المدارس علانية، ما في مشكلة. أنا في الجامعة يعني هي نسبة كبيرة وتمارس طبعا بالعلن، يعني ما في خجل أبدا. طيب ما أحد يحاول يمنعكم؟ ما أحد يحاول يعني يتخذ إجراء أو شيء؟ إلا في، بس مو كثير، في رقابة. معطينهم الصق أنتم، ما تردون عليهم تقريبا. طيب أبغى أقول لك عزوز عشان ترتاحين يا عبير، ما أبغى أقول لي عبير. أفضل. والله يا عبير ماني قادر استوعب الموضوع، بس لا أنت أدرى. عزوز أفضل. أنت أدرى. طيب عزوز، هل تمارسين العلاقة مع الفتيات كعلاقة حب ولا علاقة جنسية؟ الاثنين طبعا، يعني هو بالبداية حب بعدين الجنسية. وتشعرين بالمتعة كاملة خليني أتعمق أكثر، بالنشوة كاملة اللي تشعر فيها المرأة لما تمارس علاقة جنسية مع رجل؟ أي أكيد. البعض يقول يا عزوز، معلش بقول يا عزوز خلاص عشان تنبسطين، البعض يقول إنه صعوبة إقامة العلاقة بين المرأة وبين شاب في مجتمع مغلق ومحافظ هي اللي دفعت كثير من الفتيات، تقول لك يعني البنت سهل أقعد معها بغرفتي، تقعد معي بغرفتها، في الجامعة ننفرد في بعض، ما حد يسأل، ما حد يقول لي يعني إحنا بنات. هذا يكون سبب رئيسي تتوقعين؟ هو أحد الأسباب. أحد الأسباب. طيب يقولون في عالمكم إذا تزوجت أو حاولت أنها تدخل في علاقة مع شاب يعني تجيكم حالة جنون وغضب غير طبيعي، معليش تعيد؟ لا يعني أقصد حبيبتك، إذا افترضنا، إذا قلنا أن حبيبتك أو رفيقتك إذا قررت أنها تقيم علاقة مع شاب شرعية أو تتزوج حتى، انه تصيبك حاله من الغضب غير طبيعيه جدا. الى اي حد غضبك يوصلك؟ الى اي حد؟ او ممكن ما اعرف، بس انه مستحيل ارضى فيه ولا حتى هي ترضى فيه. طيب
العلاقة الجنسية بينكم هل تنتهي بمتعة مشتركة للاثنين ولا أحدكم فقط هو اللي يستمتع فيها؟ أكيد إنه أنا أبغى أستمتع وهي بعد يعني سواء تستمتع. نعم. طيب عبير، يعني أنا والله صراحتك هذه بجد يعني أحييها لأنها تلقي الضوء على مشكلة موجودة، وفي نفس الوقت أستغرب يعني خليني أرجع أقول عزوز عشان تكون إجاباتك معنا أريحية. ليش مستغرب؟ أنا بقول لك شيء، أنا ماشية فيه، أنا مقتنعة فيه. طيب الأهل والأصدقاء ممكن يكون خطأ بس أنا مقتنعة فيه. الأهل والأصدقاء ما ينتقدون؟ ينتقدون طبعا، الأهل ما راح يعرفون العلاقة إنه في وراها جنس، بس إنه يعرفون إنه في علاقة بيني وبين فلانة، خليني أقول بيني وبين زوز، علاقة يعني قوية. نعم. بس مو عارفين إيش هي. يعني مدام عبير معنا، قبل لا أدخل معكم في الحوار العلمي أو الطبي، إذا في أي سؤال لعبير تسمعكم، إذا في أي سبب تسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بالنسبة لي عبير يعني طبعا عزوز، قلها عزوز. أنا أديها باسم يعني باسمها الفعلي. نعم. لكن بقول على أساس لما يعني في أي سن تقريبا بدأت العلاقة اللي هي تتعلق بالناحية الجنسية للنظر للآخر، هل هي نتيجة تأخر بالنسبة ليكي في الزواج أو رفض لوالدينك لحد أحد تقدم لك ووالدينك رفضوا قبوله؟ يعني إيش أسباب ردة الفعل هذه اللي خلتك تنحو هذا المنحة؟ يعني هل هو تأخر بالنسبة ليك واضح في سن الزواج؟ واضح يا. هل هو يعني لمؤاخذة عدم إقبال عليك في الطلب لخطبتك؟ هذا جانب من الجوانب. أي شعورك أنت بالحاجة إلى تلبية الإشباع الغريزي اللي موجود سواء عند الرجل أو عند المرأة وإن كان بطريقة مثلية؟ طب خلينا نسمع جوابك. نعم. يلا عزوز نسمع جوابك. أهلا. طبعا مو أنه هو يعني تأخر، أساسا الرفض أنا أرفضه وشايلة هذه الفترة أساسا من رأسي الزواج. أنا شايفة المتعة مع أنت، ما أتخيلها مع ذكر. ولا عندك نية زواج؟ ما أفكر. أنا ما أعرف بكرة إيش ممكن يصير يعني، بس ما أفكر. في سن كم يا عبير بدأت هذه الإحساس بالتوجه؟ هذا الدكتور محمد الحامد الاستشاري الطب النفسي يا عزوز. في أي سن؟ سمعتي؟ يسألك في أي سن بدأتي؟ بدأت العلاقة ولا الجنس؟ لا، التوجه لحب الإناث اللي زيك يعني. أيوة، وإنه حب الإناث إنه كعلاقة يعني إنه حب وتبادل وكذا. نعم. ولا نعم. إنه الجنس؟ لا، علاقة ثم جنس، لأنه يمكن تكونين في سن صغيرة وما دخلت في الجنس لسه، بدري. لا طبعا، العلاقة كانت في مرحلة الثانوية، آخرها على بداية الجامعة هي اللي بدأ الجنس. بدأ الجنس. هل في طفولتك كنت تحسي انك انت ولد ولا بنت؟ لا طبعا ولد. من طفولتك؟ ايوه. من سن كم؟ 3 سنوات تقريبا. حتى يعني انا ممكن الشيء اللي ساعدني عليه اهلي، لانه دائما يحسسوني في انه انا يعني ذكر، انه أيوة. انا ممكن اتحمل المسؤوليه. ممتاز، شكرا، شكرا جزيلا. واضحه النقطه هذه، واضحه. عبير، يعني بسالك على هذا العالم اللي انتم فيه الان، هل لكم تجمعات معينه؟ هل لكم لقاءات، اماكن محدده تلتقون فيها كمجموعات؟ ايوه، في مجموعات يعني، ومعروفين الكينج وهتلر وجلساتهم يعني معروفين. لكم اسماء معينه ايوه، انا قاعده اقول لك، في انا عزوز طبعا. أيه. الكينج في هتلر. شرفني يا عزوز. أيه. ابو طيب. المجموعات كبيرة اللي تلتقي؟ أيوة كبير. يعني في عددهم؟ يعني في أعمار، أنا الآن 25، في أكثر من 25، في 30، في فوق 30. غير العمر، أنتم كمجموعات تلتقون، كم عددكم تقريبا مجموعاتكم؟ كبويات؟ كمجموعة يعني أه
يعني يوصل العدد الى 100 الى 200 الى 300 في جلسه واحده في لا تقريبا اقل من 100. هو في اكثر بس احنا اللي نعرف بعض اقل. بس اي مكان نروح له يعني انا بويا وهذه على طول نتعارف يعني. عزوز يعني سؤال بختم فيه معك هاللقاء. يقولون طبعا في الجامعات او في المدارس انه انتم احيانا تكونون لزقه، بمعنى تحطون العين على واحده ما لها علاقه في مجموعتكم فتصممون او تصرون على انه هذه بنحتك فيها بنحاول نسحبها للمجموعه. فعلا انتم لزقه يعني في هالمواضيع؟ لزقه اي يعني اذا حطيتوا العين على واحده صممتوا انه تجذبونها تجيبونها يعني للمجموعه يعني انه نجيبها مثلا إيه اعجبتي فيها او عجبت فيها واحده من البويات. ما اتوقع هذه الفكره موجوده عند انا كبويا ولا حتى شخص ذكر يعني لما يحب شغله الا بيسويها وبيسويها. بس ابى اقول شيء انه هي ابدا العلاقات ما ناخذها بالعنف. هي اساسا بالتراضي ايوه بالرضا بالحب بالاستقرار اكيد. الدكتور محمد الحامد الاستشاري النفسي، سمعت وتداخلت يعني كيف تراها من الجانب النفسي المسألة هذه؟ يعني هو يعني شو اللي قاعد يصير؟ وين خصوصية المجتمع السعودي؟ صحيح. وين المحافظة العجيبة الغريبة اللي نتباهى فيها ونتشدق أمام العالم؟ نعم. ونزعم إنه إحنا يعني مجتمع الصفوة في الكون. نعم. وفينا هالبلاوي اللي مثلتلة هذه، هذا جزء صحيح. من أجزاء من بلاوي أخرى. إيه؟ صحيح. قضية البويات أو اللي هي ما نسميها باضطرابات الجندر، الجندر بمعنى الجنوسة، في فرق عندنا الآن ما بين الجندر وما بين الهوية الجنسية، في الهوية الجندرية وفي الهوية الجنسية. الفارق بين الاثنين، الهوية الجنسية اللي هي عبارة عن تأثير الكروموزومات إذا كانت ذكرية أو أنثوية، يكون ذكر أو أنثى، تأثير الهرمونات ذكرية أو أنثوية، تأثير الأعضاء الخارجية والداخلية. أنتقل لك إحسان في الجانب الاجتماعي، يعني كيف يمكن أنه إحنا نتتبع هذه الظاهرة في مجتمعنا المحافظ الجميل البهي الحلو الملتزم ونعالجها؟ يعني لأنه للأسف يبدو أنه الانغلاق الزائد عن اللزوم، الكبت الزائد أيضا يقود. لا، وسائل الضبط الاجتماعي الموزون غابت. يبدأ الضبط الاجتماعي في الأسرة. الأسرة طبعا تلاحظ التصرفات اللي موجودة عليها البنت ولا الولد، وتبدأ تراجع كثير من الحاجات زي ما تفضل الدكتور وقال، مثلا تقول بالاسم الضمائر الذكورية، مثلا تبدأ تعدل الأم، تقول لا قولي أنا بالنسبة للبنت بنفس الضمير اللي هو المؤنث. لازلنا مشاهدينا متواصلين معاكم في قضايانا وأيضا فقراتنا المنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. هنا يبدأ سحر ليبتون كلير جرين الجديد، نلتقي أنظر الأوراق الخضراء لفنجان غني بالكاتيكانز ومذاق جديد أحلى وأكثر انتعاشا. وهنا يستمر سحر ليبتون. ليبتون كلير جرين الجديد، إحساس رائع بالخفة والحيوية. عشان الصيف يخلي الأكل طعمه ألذ أحب أحطه مع الرز. هاه، وإنت ليش تحب الصافي؟ الصافي طعم حياتنا. لغسل الإيدين استعمل سائل ديتول، وفرك للرغوة تتشكل على طول. الأصابع والأظافر إياك تنسيها، لترتاح من الجراثيم وصحتك تحميها. يلتقط الأطفال الجراثيم يوميا، لذا أنصح بالأفضل من ديتول الذي يوفر حماية أكثر بعشر مرات من أي صابون آخر. شوف ديتول أفضل حماية ونظافة لينا. ينصح به الأطباء. جبنة المراعي البيضاء تلذذ بطعم النقاء. الطلة الناجحة على المسرح بتتطلب تيم من المحترفين أوثق بخبرتهم وبمهارتهم، كرمال هيك لشعري ما بوثق إلا بهيرن شولدرز.
عنايته المرطبة لفروة الراس بتغذي شعري حتى يصير أنعم حريري أكتر ومية بالمية بدون نشرة. Head and Shoulders عناية مرطبة لفروة الراس. سر الجمال الآن بين يديك. رغوة كوليستون الجديدة رشي ثلاث مرات فقط. دعي الرغوة وتمتعي. رغوة كوليستون تتغلغل وتملأ كل خصلة للون أغنى وأكثر تجانسا من كوليستون. دعي قوة اللون الغني بين يديك. رغوة اللون الغني الجديدة من كوليستون. بصراحة كنت اشتري شماغ ثاني، بس شماغ بروجيه بخامته جديدة اجبرك تشتري، جودته تصاميمه ابداع. لا وسعره نص سعر الشماغ الثاني. شماغ بروجيه من جد يستاهل تشتري، غير لشماغ بروجيه. من عجلان واخوانه. ما الذي يجعل اطفال بيبي جونيور فرحين؟ الكالسيوم لعظام قوية، بريبايوتكس لمعدة مرتاحة، الحديد لمهارات التعلم، حليب بيبي جونيور للأطفال في طور النمو الوحيد مع تركيبة العناية المتكاملة، لأن الأطفال الأصحاء أطفال سعداء. لديك أسئلة؟ لدينا الأجوبة. دردشي مع أمهات خبيرات على babycare.me واحصلي على الأجوبة مباشرة. الآن العالم بين يديك مع تطبيق صحيفة عكاظ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية. قم بتحميل اليوم لتبقى على اطلاع دائم. هذا التطبيق متوافق مع كافة الأجهزة. العالم معك لتطبيق واحد. لبن فيتال محضر بالكامل من الحليب الطازج وبخمائر البروبيوتيك المضافة ليساعدك على هضم أفضل. لبن فيتال للهضم بالشكل الجديد، استمتع به يوميا ليمنحك الخفة والرشاقة. لبن فيتال للهضم لهضم أفضل. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود، كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. مكيف كرافت يأخذك إلى عالم الطبيعة والجمال لتشعر بأجواء ليست في الخيال، لتنعم بالهدوء وراحة البال. كرافت، خبراء التبريد من العيسى. صغيري من عمر السنة يتعرض للأوساخ والجراثيم. أقدم له نسلينيدو 1 بلس، تركيبته الفريدة من البروبيوتكس، البريبيوتكس، الفيتامينات والمعادن تساعد على دعم مناعة طفلي ونموه الصحي. أنا أختار أفضل حليب مخصص لطفلي من عمر السنة، نيدو 1 بلس. أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مشاهدينا. أيضا ننطلق إلى أيضا قضية أخرى أيضا نوقشت في برنامج يا هلا، وهي كانت عن خطوة بدأت تتخذها هيئة مكافحة الفساد في السعودية، وهي ألزمت انتقادا كبيرا للجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق المادتين 105 وأيضا المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات وأيضا المشتريات الحكومية، اللتان يعني أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضها. خلونا مشاهدينا نتابع هذا التقرير ومن ثم مناقشة أيضا مع زميلي سلامة الزيد. طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الجهات الحكومية بالالتزام بتطبيق المادتين 150-151 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، اللتين أوجبتا نشر أسماء الشركات والمؤسسات التي تتقدم بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات، ونشر نتائج المنافسات التي تنفذها وتزيد قيمتها عن 100,000 ريال وفقا للضوابط الواردة في المادتين المشار إليهما. وكما جاء في البيان، تنشر الجهات الحكومية أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها في المنافسات العامة والمشتريات وفقا للضوابط التالية: تعد الجهة لوحة إعلانات في مقر الإدارة المختصة بالمنافسات والمشتريات في مكان ظاهر تعلن فيه أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها،
كما يتم إعلانها في الموقع الإلكتروني للجهة، ويستمر نشر الإعلان لما لا يقل عن 15 يوما. يتم الإعلان بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار. تنشر الجهات الحكومية نتائج المنافسات العامة والمشتريات التي تنفذها وتزيد قيمتها على 100,000 ريال وفقا للضوابط التالية. تقوم الجهة الحكومية وفقا لسجلات المنافسات والمشتريات لديها بنشر بيانات إحصائية عن نتائج المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على 100,000 ريال كل 60 يوما بحد أقصى. تنشر معلومات العقود كل عقد على حدة. تختار الجهة وسائل النشر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانية الأخرى، كما يتم النشر في الموقع الإلكتروني للجهة مع تزويد أمانة مجلس الغرف التجارية الصناعية بنسخة من الإعلان بصيغة إلكترونية. يستثنى من الإعلان والنشر المشار إليه في هذه المادة والمادة 50 بعد 100 من هذه اللائحة مشتريات الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية ولوازمها والمشتريات المتعلقة بالأمن الداخلي والدفاع الوطني. دكتور، يعني أنطلق من عندك، كيف تقرأ هذه الخطوة من قبل هيئة مكافحة الفساد؟ هل ستؤتي ثمارها؟ أو أن العبارة أنا استوقفتني بداية طالبت، أنا تمنيت لو قيل ألزمت لا. تختلف عن طالبت. هي طالبت في البداية طبعا تنطوي على قدر من الإلزام في البداية لإحياء النص. مصدر الإلزام هنا ليس هو مطالبة هيئة الفساد، مصدر الإلزام هو نفس النص، هذا نص لائحي، نص يتمتع بآلية التطبيق الذاتي من قبل المخاطبين به وهو كافة الجهات الحكومية، لكنه للأسف النص لا أقول أنه ولد ميتا ولكن لم يتم تفعيله أبدا، لا تقوم أي جهة من الجهات بوضع هذا موضع هذا النص موضع التطبيق، هو ونصوص أخرى. إلا أنه الآن يعني مؤشر إيجابي أن تقوم هيئة مكافحة الفساد بمطالبة الجهات الحكومية بوضع هذا النص موضع التنفيذ. المشاريع تحمل أرقام مذهلة، أكثر من 400 مليار تعتمد في السنة في الميزانية الواحدة. نعم. هذا مدعاة لأنه يعني يزيد الفساد إذا ما ضبط. نعم، هنا في مبالغات في يعني الفساد في عند الشراء، أحيانا بعض الأجهزة يعني بعض يعني دعني بعض الجامعات تقوم بشراء أجهزة حاسب أجهزة هذا لا لشيء إلا لمجاملة الوكيل، ومن ثم بعد ما يشتروها يعطوها الأعضاء تدريس، لا يتم تشغيلها ولا الاستعانة، بعدها بشهرين يجيبوا لهم بعد هذه يجيبوا لهم أجهزة أخرى أحدث والبقية يعني تتلف تظل تالفة ثم تباع بلا شيء أو تهدى إلى الغير أو تلقى في النفايات بكل أسف. فعملية إهدار المال العام والاستيلاء عليه بصورة غير مباشرة وتحقيق المنافع يعني تحقيق منافع شخصية بكل أسف هذا موجود، لكن الرقابة منعدمة. أنا يعني أشفق على هيئة مكافحة الفساد أن تتمكن من يعني من أداء الدور المطلوب منها، وهي بهذا يعني بهذه طب نتكلم بصراحة العوائق. نتكلم بصراحة دكتور، البعض يلقي باللائمة ليس على الجهة الإدارية ولكن لحرج الجهة الإدارية من بعض الأسماء التي ربما تكون خارج دائرة المساءلة. هذا واقع وهذا أمر يعني هذا يحرجهم أمام الناس ويعطل دورهم. نعم. وحتى اللص الصغير يقول لك يا أخي أنت جاي تحاسبني، أنا مجرد عضو في جسد كبير، روح ابحث عنه، روح للرأس وبعدين تعالي أنا الحقني. هذا الأمر واقع وللأسف الشديد يعني جزء من مكافحة الفساد ينبغي أن أيضا بناء الإنسان ويعني في المرحلة الجامعية آخر فرصة للشباب أن يعني يتصلوا بعلوم تنفعهم، بناء شخصيتهم النظيفة الشريفة النزيهة آخر فرصة. للأسف الشديد ما يروه في بعض الكليات وبعض الجامعات من مظاهر الفساد يتخذوه قدوة ويحسب أن هذا هو الأساس وهذا الشيء الطبيعي، طالما أن هذه الجامعة بأساتذتها أو عمدائها أو بعض العمداء أو أعلى من ذلك يعني يقرون هذا المظهر مظاهر الفساد، فإذا أنا لا تثريب علي إن التحقت بعمل. أنتقل لك مهندس منصور قبل ما أرجع للدكتور في نقاط أخرى.
يعني أنت من داخل اللعبة، من داخل القضية، من داخل المشاريع، وتدرك بعض تفاصيلها أكثر مني ومن الدكتور يمكن. الآلية المتبعة في ترسية مشاريع الجهات الحكومية مهندس منصور الشتري، هل هي فاعلة في قطع الطريق على التلاعب في المال العام؟ نعم، الآلية المتبعة في ترسية المشاريع الحكومية نعم، وأنا أعارض النظرة السوداوية اللي أنت وضيفك الكريم تكلمت عنها. بالنسبة لنظام المشتريات الحكومية مسيطر بطريقة شبه كاملة على الشفافية والنزاهة، ما أعتقد أن في تلاعب أو هدر بالمال العام في المشاريع الحكومية بالصورة اللي أنتم تكلمتوا فيها. قد تحدث حالات قليلة. أنت متفائل كثير يا مهندس. الشراء المباشر. مهندس منصور أنت متفائل كثير. يعني. قد تحدث حالة أو حالتين هنا أو هناك، لكن الصورة العامة. منصور أنا قاعد أتحسس راسي يا منصور، يعني هذا الكلام اللي تقوله يحصل ما عندنا ما هنا. ما 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 نعم ما أيد مشاعر المواطنين و. ونظام المنافسات الحكومية نظام قوي ولا الشروط قوي بس لا ينفذ يا مهندس منصور، لا ينفذ في أغلب في لا 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 في حالات نادرة جدا لا ينفذ فيها، لكن الغالبية ينفذ فيها. طيب الأرقام اللي وصل لها ديوان المراقبة، عفوا مهندس منصور لو قاطعتك حتى لا نتجاوز هالنقطة وتمر على الناس وعلينا بعد، يعني المليارات مئات المليارات اللي اكتشف إنها أهدرت واللي وصلت لولي الأمر وتم الحديث عنها علنا، يعني هذه حاجات بسيطة في العقود والمشتريات والمنافسات، هذه نطلق عليها يعني شيء بسيط لما نصل إلى 200 مليار. ما في كلام إنه 200 مليار أهدرت في منافسات عامة. جميع المشاريع الدولة اللي فوق 300 ألف ريال تبلغ قيمتها يتم الإعلان عنها في منافسة عامة، وللجميع حق المشاركة فيها والتقدم. جميع إجراءات الترسية مضبوطة بدرجة كبيرة. لازلنا مشاهدينا متواصلين معاكم في قضايانا وأيضا فقراتنا المنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. الآن العالم بين يديك مع تطبيق صحيفة عكاظ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمول الذكية. قم بتحميل اليوم لتبقى على اطلاع دائم. هذا التطبيق متوافق مع كافة الأجهزة. العالم معك بتطبيق واحد. Freeze, refresh, restart. مستوى فل عالي، خليها جدة يا غالي، واشبع مذاقات وتسوق وترفيه بأعلى المستويات. جدة غير من 16 رجب وحتى 23 شعبان. اللي ما يدوم معك ما يستاهل حقه، واللي ما يعطيك الراحة ما يستاهل تحبه، واللي يتغير عليك ما يستاهل تاخذه. بس وحدها دروش بجودتها وراحتها وقيمتها تستاهل. دروش، أصل الملابس الداخلية من عجلان وإخوانه. اليوم منغير تسريحة شعرنا أكثر بكتير من الماضي، لهيك صار يتقصف أكثر. والحل بقصه؟ أكيد لا، ما إليك إلا بانتين بديل الزيت، بيجمع قوة الزيوت مع علم بروفي. حطي كمية صغيرة على أطراف شعرك المبلل، دلكيه على طوله وتركيه بلا ما تغسلي، لتبلشي تتخلصي من التقصف. بانتين بديل الزيت، مشاكل اليوم ما بدها حل امبارح.
في قطاع الأعمال تختلف متطلبات كل شركة حسب حجم أعمالها. هناك شركات تحتاج الباقة التي تعطيها الفرصة لتختار ما يناسبها، فيما شركات أخرى تبحث عن باقات تركز على المكالمات بين الموظفين، وبعضها تتنوع أعمالها فتحتاج لاتصالات داخلية دولية وخدمات الإنترنت. الآن موبايلي أعمال وفرت باقات جديدة تناسب جميع الشركات. اختر الباقة التي تناسب أعمالك من باقات موبايلي إنجاز. لبن فيتال محضر بالكامل من الحليب الطازج وبخمائر البروبيوتيك المضافة ليساعدك على هضم أفضل. لبن فيتال للهضم بالشكل الجديد، استمتع به يوميا ليمنحك الخفة والرشاقة. لبن فيتال للهضم، لهضم أفضل. نعومة أتمناها يوميا لبشرتي. حماية أحتاجها لكل عيلتي. ديتول عناية يومية الجديد وحده يوفر كل هذا مع تركيبته الجديدة الأكثر رقة والأغنب مرتين بمواد الترطيب. هو ناعم على البشرة وقوي على الجراثيم. نسلي تكشف عن ابتكار علمي في حماية الأطفال. خمائر البروبايوتكس نسلي بيفيدس بي ال المعززة لجهاز المناعة. هذه الخمائر تتواجد الآن في نسلي نان 3 الجديد، اكتشاف متطور في الحماية التي تساعد طفلك على نموه المثالي وتطوره الذهني. نسلي نان 3 الجديد لطفلك من عمر السنة. الطلة الناجحة على المسرح بتتطلب تيم من المحترفين، أوثق بخبرتهم وبمهارتهم تتخليني بين أفضل ما عندي. كرمال هيك لشعري ما بوثق إلا بـ Head & Shoulders. بفضل العناية المرطبة لفروة راسي بغذي شعري حتى يصير أنعم، حريري أكتر ومية بالمية بدون قشرة. Head & Shoulders، عناية مرطبة لفروة الراس. لغسل الإيدين استعمل سائل ديتول، وفرك للرغوة تتشكل على طول. الأصابع والأظافر إياك تنسيها، لا ترتاح من الجراثيم وصحتك تحميها. يلتقط الأطفال الجراثيم يوميا، لذا أنصح بالأفضل من ديتول الذي يوفر حماية أكثر بعشر مرات من أي صابون آخر. شوفوا ديتول إيدينا أفضل حماية ونظافة لينا. ينصح به الأطباء. لتحظى كل امرأة بشعور النعومة الفائقة، تعرفي على فينس امبريس، الماكينة الوحيدة بخمس شفرات المحاطة بشريط مرطب، تحتضن كل منحنيات جسمك لتزيل الشعر غير المرغوب فيه. جربي روعة الشفرات الخمس فينس امبريس الجديدة، اكتشفي سر جمالك. لماذا ثوب دروش هو الأكثر مبيعا في المملكة؟ لجودة أقمشته ولدقة تفصيله وراحة ملبسه، ولأنه متوفر بكل المقاسات. ثوب دروش الأكثر مبيعا في المملكة من عجلان وإخوانه. إليك حليب نقي طبيعي غني بكثافته العالية وبطعمه اللذيذ، ينساب بنعومة وسلاسة، معبأ بدون أي إضافات ليمنحك جودة لا مثيل لها. إنها الجودة التي استحقت ثقتك. حليب المراعي طويل الصلاحية هو صحة لكل العائلة. حليب المراعي طويل الصلاحية، طبيعي تثقون به. مستوى فل عالي، خليها جدة يا غالي، واشبع مذاقات وتسوق وترفيه بأعلى المستويات. جدة غير من 16 رجب وحتى 23 شعبان. أهلا وسهلا بكم معنا في الجزء الثالث من هذه الحلقة. مشاهدينا، دائما يعني ما تبدأ أزمة نهاية كل عام عند الطلاب وهي القبول في الجامعات.
برنامج هلا فتح هذا الملف وبحث عن الأسباب لماذا دائما هذه الأزمة تتكرر كل سنة. الزميل صبري بادسير يوافينا بهذا التقرير، وبعدها أيضا نتابع النقاش مع زميلي سلامة الزيد. ربما لن نأتي بجديد حين نفتح ملفات القبول والتسجيل في الجامعات والمعاهد والكليات السعودية بعد أن أصبحت مشاكل حلم التعليم العالي للمتقدمين مشكلة تتجدد عاما بعد عام، رغم كل ما شهدته السنوات الأخيرة من تزايد في أعداد الجامعات والكليات والمعاهد، بالإضافة إلى رفع حجم الاستيعاب في الجامعات إلى الطاقة القصوى. ما في رؤية واضحة في قضية عملية القبول للطلاب في 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 الجامعات بشكل عام، حتى التزام الجامعات من جامعة إلى جامعة بتختلف في قضية القدرات والتحصيلي في قضية النسب. هناك فجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، فجوة في عملية التحصيل حقيقة. فالجامعات تطلب معايير وتشترط معايير لا توجد بالتعليم العام والمرحلة الثانوية تحديدا. نظام التعليم لدينا يشكو من القصور الكبير في عملية التحصيل. 24 جامعة حكومية في السعودية تساندها أكثر من 25 جامعة وكلية أهلية موزعة على مختلف مناطق المملكة، ولكنها ما زالت غير قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المتقدمين، رغم وجود أكثر من 100 كلية تقنية ومعهد صناعي ومعاهد صحية، مما يشكل ضغطا متزايدا على قطاع التعليم العالي وتحميله مسؤولية إيجاد الحلول التي تضمن مستقبل الجيل الحالي والأجيال القادمة. في العشرين العام السابقة كان نمو السكاني كبير جدا، وبالتالي فوجئت أو تفاجأ الجامعة كل عام بأعداد كبيرة من الطلاب الخريجين الذين لم تحسب حسابهم في استيعابها، قدرة استيعابها، وبالتالي يكون العدد العرض أكثر من الطلب. فتح عدد كبير من الجامعات في المملكة العربية السعودية إلى أنه ما زالت هناك عبء كبير جدا ومسؤولية لدى وزارة التعليم العالي في قبول الطلاب. لو تيجي تقول لي هل عندك نظام؟ أقول لك عندي نظام، عندك دستور، عندك لائحة، عندك قواعد، نعم، لكن متابعة الأنظمة والقوانين سواء اللي كانت لعضو هيئة التدريس أو للطالب مفقودة. في الجانب الآخر، لا يخفي بعض أعضاء هيئة التدريس تضررهم جراء قبول بعض الحاصلين على نسب منخفضة، حيث يرون بأن هذا أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض المخرج النهائي للجامعات السعودية. لبرنامج يا هلا، صبري بايسير، جدة. دكتور محمد، مساك الله بالخير. يا هلا، حياكم، مساك الله بالخير. يعني رغم انه خدم الحرمين الشريفين اعتمد خطة افاق لحل هذه المعضلة وما خصص لهذا الجانب من امكانيات، ورغم تصريحات وزير التعليم العالي اللي فرحنا فيها بكل امانة، وطبعا لما ينطق وزير فهو يعني يتحدث بموجب الارقام والحقائق، لكن نكتشف عندما تبدأ ساعة الصفر تبدأ الطوابير وتبدأ المشاكل والمعاناة وصراخ أولياء الأمور ومعاناتهم. الجواب عندكم يا عمداء القبول والتسجيل؟ في الواقع يعني جواب عندنا احنا جامعة أم القرى، نتحدث عن جامعة يعني كان نموذج، اي كان نموذج ان جامعة أم القرى هي في توسع، فتحت تخصصات في فروع مختلفة في محافظات مثال القنفذة والليث والجموم، أيضا فتحت تخصصات جديدة هندسية وكذلك صحية، بالإضافة إلى حتى تخصصات داخل الجامعة، يعني في المركز في مكة مثال كلية التربية فتحت تخصص التربية الخاصة، نظرت الجامعة إلى أنه حاجة سوق العمل في هذه التخصصات وحاجة المنطقة نفسها في فتح هذه التخصصات، والجامعة في توسع لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الخريجي الثانويات في الواقع. بالإضافة إلى نقطة أخرى مهمة، جامعة أم القرى في العام الدراسي القادم رفعت نسبة القبول 50%، وهذه بالأرقام، أعطني بالأرقام دكتور. بالأرقام توصل السنة هذه، السنة هذه كم حتقبل؟ 26500 طالب وطالبة. كم كان في السابق؟ في السابق كان العام الماضي تقريبا 18000
طالب وطالبة. رقم جيد. يعني المعدلات كم نزلتوا فيها؟ ترى هذه بالنسبة لأولياء الأمور يعني كارثة. بعد مطب القياس والتحصيلي يعني هذا مطب مزعج جدا. وكأنه يعني عائق متعمد لإبعاد الطلاب عن الجامعة. لا إحنا نتمنى إننا في العام الدراسي القادم إن شاء الله نستقبل كل المتقدمين إلينا. يعني كم حتوصلوا للأدنى؟ لا احنا ما حنوصل للأدنى، احنا نوصل للعدد. اذا العدد اكتفيتوا بـ80 مثلا توقفتوا، اذا ما اكتفيتوا نزلتوا. نزلنا نعم. تتوقع تنزلون الى كم؟ توقع بالتجربة. بالتجربة يعني توصل ممكن في السبعينات، يمكن 75 يعني 75 تقريبا. 75 مو كثير اذا كان مع القياس والتحصيلي. مع القياس التحصيلي هي نحن نتكلم بالنسبه للموصول. يعني ما كثير، يعني ما كثير. احنا نحاول، يعني احنا نحاول نشوف هذا يعني التحصيلي. اساتذه الجامعه ما حلوا معظم الاسئله اللي في اساتذه الجامعه. التحصيلي لا، انا اتوقع القياس، اختبارات القياس. اي التحصيلي هو عباره عن حصيله الطالب في الدراسه عملها، والقياس القدرات هذه وضعت من قبل القياس. القياس تبنون عليه. بس جامعه ام القرى تبني على تقريبا نسبة بسيطة جدا، احنا 50% النسبة الأكبر للثانوية العامة، أو 50 أو 60%. نعم. نبنيها على الثانوية العامة، فهي احنا ما تجاهلنا هذا الأمر. يعني لابد أن هناك منافذ أخرى لاستيعاب هذه الأعداد من خريجي الثانوية، برأيك يعني كيف يمكن أن نعالج هذه المسألة؟ والله في الحقيقة خريجي الثانوية في الفترة الأخيرة أصبحوا يعانوا من عدة كوابيس متلاحقة، كابوس الاختبار التحصيلي، القدرات، القياس، وقبلهم اختبار الثانوية العامة، والآن يواجهوا كابوس الالتحاق بالجامعات عبر التقديم الإلكتروني. نعم. للأسف أن الحلول التقنية متواجدة، ولكن نجد دوما أن المشاكل هذه يتم تجاهلها لحد ما تتراكم. يعني سنويا معروف أنه وقت التقديم هناك وقت محدد، فأكيد راح يكون ضغط كبير على المواقع الجامعات، فلماذا لا يكون فيه هناك حجز لسيرفرات أكبر حتى تتفادى هذه المشكلة؟ برأيك أحمد برأيك من يتحمل الأزمة المتجددة هذه السنوية؟ والله أعتقد أنها مسؤولية مشتركة بين وزارة التعليم العالي والجامعات. أنا يعني لا أعتب على جامعة أم القرى لوحدها، هذه المشكلة تكررت في أكثر من جامعة على مدى السنوات الماضية. نعم. مع كل الاحترام لكل الجامعات السعودية، لكن هل يعقل أنه لحد الآن هذه المشكلة بلا حل؟ إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من هذه القضية، وأيضا نذهب إلى قضية أخرى نقشت في برنامج هلا لهذا الأسبوع، حيث على اعتاب صدور نظام جديد لمصلحة الزكاة والدخل انتقدت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الإجراءات التي تطبقها، من ضمنها تقديم الإقرارات وأيضا إصدار شهادات تسديد الزكاة أو الضريبة، وأيضا خطابات الإفراج في العقود. هذا التقرير للزميل خالد الفرحان يرصد لنا تفاصيل أكثر عن هذا النظام وانتقادات مجلس الشورى له. بعد انتقادات طالت نظامها الحالي، مصلحة الزكاة والدخل تعكف على دراسة نظامها الجديد الذي يمر بمراحله النهائية، موضحة أن نظامها الجديد سيعالج كثيرا من العوائق والعقبات التي تواجه جباية الزكاة. بالنسبة لمصلحة الزكاة والدخل، للأسف الشديد أنا أعتبر أن دورها منحصر فيما بين الجهة ورجال الأعمال والتجار في يعني استلام الزكاة والدخل، ولكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة احنا ما احنا عارفين ما هي الأدوار والمهام الأعمال اللي تقوم فيها مصلحة الزكاة والدخل. بالنسبة للجمعيات صدرت توجيهات من وزير الإعلام من وزير المالية مؤخرا أنه جميع التجار اللي يرغبون التبرع للجمعيات الخيرية أنه يتم استلام سندات قبض واحتسابها من ضمن الزكاة والدخل. هل هذا مفعل؟ هل هذا يعمل به؟ وبينما يعاني نظام مصلحة الزكاة من عدم وجود لائحة واضحة للغرامات وعدم شفافية النظام، طالب مجلس الشورى بضرورة إسراع المصلحة في وضع برنامج زمني محدد للتحويل الكامل للنظام الإلكتروني لجباية الزكاة. الحقيقة تقول أنه نحن نتقدم وتقدمنا والحمد لله، وحققنا معدلات مرتفعة نسبية من التنمية، ولكننا ما زلنا في حاجة إلى تطوير
وتنمية أكثر وأشمل وأدق في كل المجالات. ويرى بعض الخبراء والمختصين أن نظام الزكاة والدخل نظاما متعثرا مستدلين على ارتفاع نسبة الفقر في السعودية وحجم المليارات لدى رجال الأعمال والمستثمرين. لا يوجد أي آلية وإنما هي اجتهادات شخصية، لا بد أن تسن تعليمات وقوانين رسمية لا تعتمد على أهواء شخصية، إنه في يعني سيستم معين لا بد إنه جميع التجار. ليش أنا بقول إذا ربط التاجر بالزكاة والدخل من خلال وزارة التجارة عدم تجديد الشهادة، عدم تجديد الغرفة أوراق الغرفة التجارية إلا بالتحصيل، ولكن ما زالت الزكاة والدخل حتى هذه اللحظة تمشي الهوين، لا تواكب التطور اللي يعيش المملكة العربية السعودية للأسف الشديد. لبرنامج ياهلا، خالد الفرحان بجدة. كيف تقيم أداء مصلحة الزكاة والدخل، خصوصا وأنها أصبحت موضع نقد من قبل كثير من الاقتصاديين، وأنت أحد هؤلاء الذين انتقدوا أداء المصلحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا الانتقاد يعني دائما ما يكون وراءه العلاج ووراءه المطالبة بإصلاح الوضع، وليس مجرد أنه والله انتقاد أو تخطأت بعض الأجهزة. للأسف أنه تقريبا أغلب الجهاز الحكومي يعاني من الترهل، يعاني من التأخر، من التباطؤ، من أحيانا النسيان، من أحيانا إغفال تطبيق الأنظمة التي بناء عليها تم تأسيس هذا الجهاز. يمكن مصلحة الإحصاء، مصلحة الزكاة والدخل تقريبا كونها تقع في أهم قطاع اللي هو قطاع التحصيل وتحت مظلة وزارة المالية، هذا الجهاز طبعا هناك قصور كبير جدا في تحصيله وفي جبايته للزكاة المستحقة. هناك أرقام يعني بالحد الأقصى تصل إلى 16 مليار حسب الأرقام العام الماضي، بينما إذا بحثنا في الوعاء الزكوي المكون من 8 أوعية تقريبا تصل بالتقديرات اللي الأوعية هذه المحلية تصل إلى حدود 1.6 تريليون ريال، أحيانا تصل حسب الأرقام بعض الأرقام تصل بها إلى 1.8 تريليون ريال. هذا محليا، خارجيا الاستثمارات والكاش والأوراق المالية الخارجية للقطاع الخاص تصل إلى أكثر من 1.9 تريليون، ما يعني أنه لدينا وعاء زكوي يتجاوز قيمة 3.6 تريليون، وهذا يعني أنه لدينا زكاة يجب أن تستحق تقريبا تتجاوز 90 مليار ريال سنويا. فهذه الدوامة وهذه الأرقام أكيد أنها تحرج مصلحة الإحصاءات مقارنة مع تم إنجازه، وتحجز كثير أو يعني تعطل كثير من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التنموية لطبقة أو لشريحة الفقراء والمستحقين والأرامل والمطلقات والمتقاعدين اللي رواتبهم تحت 3000 ريال. هذه الشريحة تصل أحيانا حسب تقديرات أو أرقام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أكثر من 6.5 مليون نسمة، وهذه الأرقام لو تم تحصيلها لوجدنا رب أسرة فقيرة تقريبا يعيل 6 أفراد، ستجد أنه يمكن لو صرفت هذه المستحقات التي لو تم تحصيلها ستشاهد أنه ممكن يكون هناك دخل شهري ثابت يصل إلى 8000 ريال لهذه الأسرة، وجزء منها سيتم تخصيصها لبرامج تنموية، سيتم تخصيصها للدعم الرعاية الصحية، لكثير من الخيارات التي ستتوفر تحت يد وزارة الشؤون الاجتماعية. ولكن للأسف أنه هذا ما كان يفترض أن يتم لم يتم ولن يتم في ظل القصور اللي وجه مجلس الشورى ونوجه نحن ككتاب رأي لجهاز مصلحة الإحصاء مصلحة الزكاة. يعني أنت تتحدث عبد الحميد عن ميزانية الدولة، يعني رقم مذهل اللي تتحدث عنه. هم قدموا في 2011 ميزانية 20 مليار فقط، أنت تتحدث عن تريليونات تعادل ميزانية الدولة نفسها. المسألة الآن ما هي البنود برأيك اللي يجب أن يتضمنها النظام الجديد حتى يستطيع جباية هذه الأموال السائبة التي لم يتم جلبها إلى صندوق المصلحة؟ لو تم التعامل مع مصادر تحصيل الزكاة كما يتم التعامل مع مصادر تحصيل الفواتير الاتصالات الكهرباء الماء فواتير الخدمات العامة،
عبر أنظمة المدفوعات اللي على رأسها نظام أنظمة المدفوعات الموجودة في مؤسسة النقد ولدى وزارة المالية، عبر نظام سداد أو عبر نظام الفواتير اللي يتم تحصيلها، لوجدت شأن آخر، لوجدت موضوع آخر. يعني التوجه إلى أتمتة وإلى الحكومة الإلكترونية في هذا المجال حل سيغني كثيرا ويشطب كثير من تكاليف أو خسائر التأخر في إصلاح هذا الوضع. ولكن الإجراءات وعملية المراوحة بين مجلس الشورى وبين وزارة المالية وبين بقية الأجهزة ذات العلاقة وبين القطاع الخاص وبين مصلحة الدخل نفسها، هذه الدوامة لن نخرج منها بخير أو بحلول سريعة في ظل الوضع الراهن. أنتقل لزميلنا كمال عبد القادر. كمال، تعلم أنه حساب إبراء الذمة حساب أوجدته الدولة لكي يتخلص من تلوثت يداه بالمال العام، يتخلص منها بطريقة يعني مهذبة. لا لا، في إبراء ذمة يعني في حساب، نعم، أوجدته الدولة. أنه يعني أنت يا كمال، لا لا لا، إذا في ذمتك شيء للدولة، لا لا، أنا فهمتك خطأ، المال العام، أنا فهمتك خطأ، أنا توقعت أنه لما إقرار الذمة يجي المسؤول لا لا يعني لا يقول أنا لا، جايين في السكة هذا إن شاء الله، جاي فجحتني يعني، جاي لا لا جاي إن شاء الله كده، قلت إنه في إقرار ذمة إنه المسؤول يجي يا كمال يعني. يجي خلينا في السؤال يا كمال. طيب تفضل. طيب الحساب هذا تعتقد يعني إنه يحتاج إلى تفعيل أنظمة أكثر صرامة من مجرد حساب يبرئ فيه الشخص ذمته من مال عام؟ هذا الحساب زي اتقوا الله ما استطعت. إيه بس اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يعني التقوى الغرب حولوها إلى النظام. نعم. إن عملت كذا ستعاقب. أما إحنا التقوى في المساجد وفي المدارس يقول لك اتق الله. اللي ربنا قدره عليه راح رجع المبلغ عليه. أي. لكن حقيقة أنا الآن. بس اللي ذممهم مفتوحة كثير. والله على ذمتك أنت نعرف ناس كثير. ما شاء الله تبارك الله. إيه. اللهم صل على محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى بجد ياخذ سلامه. نحن نعلم أنت بتتكلم بسخرية وأنا بتكلم بألم وكلنا متألم. هذا الإيقاع اللي أنت بتحكي رقم عنه. يحكي عنه، نعم. عبد الحميد مذهل. نعم، 3 تريليون هذه يعني أنا أتذكر ما أدري أستاذ عبد الحميد إن شاء الله بإذن الله يعني ما بدي أصحح عليه هو أستاذنا في الموضوع هذا، إنه الرقم كان 3 تريليون أعتقد قبل حوالي 15 سنة أذكر هذا الرقم أنا، الاستثمارات السعودية خارج المملكة 3 تريليون قبل 15 سنة. عموما يعني في موضوع نقطة الزكاة هذه في أمرين مهمين جدا. ليس كل الأموال عليها زكاة تحصدها أو تجبيها مصلحة الزكاة والدخل. يعني أنت عندك 4-5 عماير. نعم. ما تقدر وزارة مصلحة الزكاة والدخل تجبرك أنك أنت مدام ما عندك سجل تجاري وما عندك رخصة من التصريح من الزكاة والدخل، فبالتالي أموال كثيرة جدا ما هي مسجلة. صحيح هذه الأرقام الفلكية الكبيرة اللي بيقولها، بس تقريبا يمكن جزء كبير منها مو مسجل. خلينا نقول بس جزء كبير، جزء منها مو مسجل. طيب هل مصلحة الزكاة هي فقط الجهة المسؤولة واللي يجب أن نحاسبها على هذا الهدر؟ شوف الكلمة اللي قالها برضو الأستاذ عبد الحميد في بداية الحديث، الترهل. يعني لا ننتقد مصلحة الزكاة والدخل، ترى مستعدين ننتقد كل الوزارات بلا استثناء. نعم. ما في وزارة تشعر لا اللي لها علاقة في هذا الجانب. أنا يعني بتكلم على الأداء الحكومي كله. هذا جزء من الحكومة. نعم. جزء من الحكومة. الملك نفسه شخصيا الله يحفظه بيقول بيشتكي ومو راضي. تتذكر قبل في الميزانية قال أنا ماني راضي. صحيح. على الأداء الحكومي وتحدث عن تعثر المشاريع. نعم. وعن هدر يعني أموال يعني ذهبت دون أن يكتمل لا المشروع. يمكن الرجل في هذا السن وفي هذا المقام ينزل بنفسه يعالج الأمور هذه ما دام إنه المهم. فهذه الأموال جزء منها قلت لك لا يمكن يجبى زكاته. الأمر الآخر والأمر المهم اللي هنا بتكلم عنه في قرار الدراسة اللي عملها مجلس الشورى، أول بونس في التاريخ البشري هو في الإسلام. نعم. والعاملين عليها، العاملين عليها عندنا في المملكة موظفين في مصلحة الزكاة والدخل في مرتبة في الديوان الخدمة المدنية، وهذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى قال والعاملين عليها. لماذا العاملين عليها؟ لما تكتفي أنت براتبك 10,000 أو 15,000 ريال خلاص. الذمم لسه الله سبحانه وتعالى فيها الضعيف وفيها القوي. أنا زكاتي 1,000,000 ريال، بدل ما أطلع 1,000,000 ريال أعطيك أنا 50,000 ريال وخذ زكاتي 150,000 ريال. لكن لو تأخذ الزكاة مني بالمليون هتأخذ 8,000 ريال. تأخذ 8,000 ريال في المليون لو تمن، فيحرص أن يجيب الزكاة. دكتور
في الأول من يناير الماضي وفي صحيفة الرياض وضمن تعليقك على تقرير صادر عن BWC العالمية والذي جاء فيه أن السعودية احتلت المرتبة السابعة عالميا من حيث سهولة دفع الضرائب، طلبت إذا ما أنا مخطئ بأهمية قيام مصلحة الزكاة والدخل بإعادة النظر في تقييمات المنشآت الصغيرة. السؤال، ما هي أوجه القصور في تقييم المصلحة لهذه المنشآت دكتور؟ الحقيقة أنه كل الأنظمة يعني اللي وضعت على أسس شرعية وقضائية قديمة، الحقيقة لم تتعرض للتطوير مع متطلبات العصر. نحن الآن في عصر جديد تخطط فيه الأمور عروض التجارة وتخطط فيه المنتجات الزراعية والإبل والغنم. أصبحنا الآن في عصر أصبحت العملية الاقتصادية معقدة جدا وتحتاج إلى إعادة دراسة وإلى اجتهاد كبير من علمائنا الأفاضل في سبيل إيجاد أو لا أقول إيجاد ولكن تخريج نظام زكاة عصري متكامل. على سبيل المثال أنظمة الزكاة الموجودة حاليا لا تفرق بين رخصة مهنة حرة وبين مركز للمهن الحرة. هل يمكن أن تمتلك المصلحة يا دكتور صلاحية الدخول للحسابات ممن يعني يستحق اقتطاع زكاة منهم واقتطاعها آليا دون الرجوع لهم من خلال الأرقام الموجودة؟ والله هذا يعني إذا استكملنا متطلبات الحكومة الإلكترونية، ولكن الحكومة الإلكترونية في المملكة الحقيقة تحقق نجاحات جزئية ولم تحقق نجاحات كلية حتى الآن. مبادرات من بعض الإدارات وليست نعم الأحوال المدنية وزارة الداخلية استطاعت مثلا أنها تحيل كثير من المعاملات ومن التسديد ومن الأمور الإجرائية وتعبئة النماذج عن طريق والاستفسار عن طريق الإنترنت وعن طريق البوابة الإلكترونية وزارة الداخلية، وهي بوابة متكاملة الحقيقة. نفس بعض الجامعات زي جامعة الملك عبد العزيز استطاعت أن تجعل 90% على الأقل من أمور الطالب والأستاذ تتم عن طريق البوابة الإلكترونية. نحن استطعنا أن نحول الحكومة كاملة إلى حكومة إلكترونية بدون رفض من بعض الجهات التي تصر على تطبيق الأساليب القديمة. يمكن أن يحصل ما تقول، ولكن المشكلة ليست هنا يا أخي، المشكلة في المضمون. المشكلة أنه معظم الشركات هذه لديها نوعين من الحسابات، فبالتالي يصعب جدا ضبطها. حساب معلن وحساب سري. نعم، حساب معلن للزكاة وحساب لغير الزكاة. نعم. أيضا هناك مبالغة في بعض الأحيان في مرتبات الموظفين الذين هم عادة كبار الموظفين، العادة هم كبار الملاك في نفس الوقت. ما يمكن كشفها يا دكتور من خلال العقود؟ يعني العقود تكشف كثير من الأرقام. والله العقود ليست كل الأمور تتم من خلال العقود. الأمور التشغيلية معظمها يتم على أساس الدفع المباشر والدفع اليومي. طيب هذه ألا يمكن أن تضبط؟ يعني عملية الدفع أيضا يعني يكون لها آلية تكشفها يعني مثلا لا يمكن يعني مصلحة الزكاة والدخل إذا فعلت الجانب غير المفعل فيها يمكن أن تضبط اللي هو جانب الدخل. نزلنا مشاهدينا متواصلين معاكم في قضايانا وأيضا فقرتنا المنوعة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود، كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. الآن العالم بين يديك مع تطبيق صحيفة عكاظ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية. قم بتحميل اليوم لتبقى على اطلاع دائم. هذا التطبيق متوافق مع كافة الأجهزة. العالم معك بتطبيق واحد.
of your delicate way. Burberry Body, a new fragrance. نعومة أتمناها يوميا لبشرتي. حماية أحتاجها لكل عيلتي. ديتول عناية يومية الجديد وحده يوفر كل هذا مع تركيبته الجديدة الأكثر رقة والأغنب مرتين بمواد الترطيب. هو ناعم على البشرة وقوي على الجراثيم. أفضل حماية للعائلة، أنا أنصح بداك الأفضل على الإطلاق، لأن تركيبته الجديدة تقضي على 99.9 من الجراثيم وتمنعها من التكاثر لمدة 24 ساعة. ليس هذا غريباً، داك الأفضل على الإطلاق، ينصح به آلاف الأطباء من مختلف دول الخليج. داك الأفضل على الإطلاق. مع بانتين شعرك كان بإيدين أمينة، على مدى 20 سنة غزيناه، اهتمينا فيه ورجعنا له الصحة. اليوم بانتين بيتوج 20 سنة من الإبداع مع كلينيكير، برنامج مكثف من 4 خطوات بيعالج السنوات من التلف بشهر واحد بس. سلمي شعرك لأيدين الخبراء. سلمي شعرك لكلينيكير من بانتين، بيعالج السنوات من التلف بشهر واحد بس. لغسل الإيدين استعمل سائل ديتول، أفرك للرغوة تتشكل على طول. الأصابع والأظافر إياك تنسيها، لترتاح من الجراثيم وصحتك تحميها. يلتقط الأطفال الجراثيم يوميا، لذا أنصح بالأفضل من ديتول الذي يوفر حماية أكثر بعشر مرات من أي صابون آخر. شوفوا ديتول إيه دينا، أفضل حماية ونظافة لينا. ينصح به الأطباء. الآن اشترك بباقة مزايا المفوترة واحصل على أحدث الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى رقم مميز ومكالمات ورسائل وإنترنت بلا حدود، كل ذلك ابتداء من 150 ريالا فقط في الشهر. إليك حليب نقي طبيعي غني بكثافته العالية وبطعمه اللذيذ، ينساب بنعومة وسلاسة، معبأ بدون أي إضافات ليمنحك جودة لا مثيل لها. إنها الجودة التي استحقت ثقتك. حليب المراعي طويل الصلاحية هو صحة لكل العائلة. حليب المراعي طويل الصلاحية، طبيعي تثقون به. شماغ من عمق الأصالة ابتكرناه، ومن أجود الخامات انتقينا خيوطه، لنقدم لك شماغا جمع بين إبداع الأصالة العربية والخبرة الإنجليزية. شماغ السامي من عجلان وإخوانه. الآن العالم بين يديك مع تطبيق صحيفة عكاظ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة الذكية. قم بتحميل اليوم لتبقى على اطلاع دائم. هذا التطبيق متوافق مع كافة الأجهزة. العالم معك بتطبيق واحد. الحياة مليئة بالاختيارات، برودتها، دفئها، نقائها وانتعاشها. ومعجزاتها. أنا أختار أحلى ما فيها. أنا أختار أصلي. Burberry Body, a new fragrance. نعومة أتمناها يوميا لبشرتي. حماية أحتاجها لكل عيلتي.
ديتول عناية يومية الجديد وحده يوفر كل هذا مع تركيبته الجديدة الأكثر رقة والأغنب مرتين بمواد الترطيب. هو ناعم على البشرة وقوي على الجراثيم. أهلا وسهلا بكم معنا في القسم الأخير من هذه الحلقة. في كل أسبوع دائما يطل عليكم الكاتب والساخر دائما محمد السحيمي الذي دائما يعلق على أهم الأحداث العربية والدولية وأيضا السعودية. خلونا نشوف هذا الأسبوع أهم التعليقات لمحمد السحيمي. وش اخترت لنا الليلة يا محمد؟ يا سيدي، أولا يا أخ البدري سناء وسنا رحم الله زمانا أطلعك، يا سلام الزيد سابقا أيام الحقبة الجميلة اللي هذه ريحة عطرها عيت تروح، وسلام العلياني الآن في زمن التلبس والشعوذة سأدخل مباشرة في الموضوع. احتراما للوقت يا سيدي الفاضل، أصدر سماحة المفتي وأعتبرها تدشين حملة ضد الدجالين والشعوذة والرقات، الرقات ما يسمون أنفسهم بالرقات الشرعيين ومفسري الأحلام وكل رموز أو مظاهر التخلف الفكري والسلوكي والنفسي لدينا. سماحة المفتي بهذه الفتوى أو بهذه الحملة البداية هو في الواقع يكفر عن الفتاوى السابقة لمشايخنا الأكارم الأفاضل الذين سمحوا لهؤلاء الرقاة، لهؤلاء الدجالين، لهؤلاء المشعوذين أن يمارسوها باسم القرآن العظيم. سماحة المفتي الآن يعود بنا إلى ما فعله محمد عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم. قبل ذلك لابد أن أشير، الآن الراقي من يسمي نفسه راقيا شرعيا الآن هو يأخذ وزارة الشؤون الإسلامية هي التي تجيز له أن يأكل أموال الناس بالباطل وأن يشتريها بآيات الله ثمنا قليلا. نسأل دائما وكتبنا ويا ما كتبنا، هل البركة في القرآن العظيم أم في الشخص في نفثاته ورفساته ولكماته؟ طبعا المعروف بأبسط الناس، عند أبسط الناس، أن البركة في القرآن العظيم. والقرآن العظيم أنزل سورتين المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وقال عنهما سيد الخلق فداه كل من خان رسالته وشوه تعاليمها. ماذا يقول عنها سيدنا؟ يقول ما تعوذ أحد بخير منهما. إذن أنت لديك أفضل ما يمكن أن تتعوذ به، فلماذا تلجأ إلى شخص آخر وإن كان باسم القرآن أو ينفث عليك من القرآن؟ كم وصلت قيمة قارورة الصحة يا محمد؟ كم وصلوها الآن؟ سم. قيمة القارورة كم وصلت الآن؟ طيب أنا خابرها بخمسين أول أذكر كانت بخمسين. لا هي بخمسين بس يحسبونها بالدولار واليورو زي ما أنت عارف. لا حول ولا. اسمح لي أنا أتساءل، هل سمعت عن صحابي جليل في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أو تابعين بعد فترة حقبة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل سمعت من أثرى بالنفث بالرقية إطلاقا؟ متى جاءت هذه البدعة، بدعة أن تقرأ وأن تعالج بالقرآن العظيم؟ وبالمناسبة تفسير شفاء لما في الصدور لها تفسيرات أخرى لغوية معروفة، يعني عنترة حينما يقول لقد شفى نفسي، يعني زي بلغاتنا الدارجة يقول برد سبدي. هذا المعنى القرآن. نعم القرآن العظيم شفاء روحي للمؤمنين به. نعم. ما حد قال لك يا محمد، عفوا، ما حد قال لك جتك عين ولا ترى فيك سحر يا محمد خلنا نقرا عليك طيب انا حقول لك نكته ما دام انت اللي شخصنتها. انا صار لي موقف قبل سنه 2006. نعم. اتصال من منطقه ما، من اخ ما مشعوذ ما. نعم. قال السلام عليكم. اي نعم، ماءات كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حال السعودية؟ قلت بخير ما شاء الله. الرجل فهم أني امرأة
فهم من صوتي أن أنني أنثى امرأة فصار يحدثني على أنني امرأة. والله يا أختي أنا رأيتك البارحة في المنام ونبهني الملك أن أنقذ أختك. الله. أختك ستموت خلال شهرين. أختك ستموت خلال شهرين. يعني شهر ونص ما ينفع. هذا الكلام قبل 7 سنوات. الشاهد أنا استحليت الشغلة. أنا أبحث عن النكتة. أنا أبحث عن النكتة والموقف الظريف. فإذا كانت هي اللي تبحث عني أهلا وسهلا. فأنا مثلت الدور معه. أحبك في الله يا أخي. ماذا رأيتني؟ وبدأ بالتفصيلات. أنت مسهورة. وسحرك موضوع في مقبرة في قبر لا تستطيعين الوصول إليه. نحن من منطقة الواقواق. أنت في الرياض لا تستطيعين الوصول إليه. نحن في منطقة ما من آخر أدغال أفريقيا نستطيع أن نصل إليه. كيف ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ لابد أن تودي في الحساب 4 ثيران. قلت والله البلد عندنا مليانة ثيران، ليش أروح لك وأذبح ثيران من عندك؟ قال لا الثيران اللي عندنا غير، ثور بني، ثور أسود، ثور فوشي. ثم لما أنهيت المقابلة معه، أنهيت المكالمة حتى لا أطيل على المشاهدين، قلت والله أنت أخيب مشعوذ مرة في التاريخ. أولا لا تفرق بين صوت رجل وامرأة. ثانيا من 20 مليون سعودي يطب حظك في محمد السحيب الذي يرفض هذه الثقافة جملة وتفصيلة. أرفضها لأن محمدا عليه الصلاة والسلام رفضها. محمد عليه الصلاة والسلام حينما جاءت خادمة المسجد التي كانت تنظف المسجد، إنسانة بسيطة وعامية، خادمة تنظف المسجد، فقالت يا رسول الله إني أسرع، فماذا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى التربية الحقيقية ونبذ الشعوذة وعدم إعطاء فرصة لها وشرعنتها، لعدم شرعنتها. محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهذه المرأة السيدة العجوز؟ قال إن شئتي، قالت إني أسرع، يصيبها حالة صرع. قال إن شئتي دعوت لك، ما قال أنفث عليك وأقرأ. قال إن شئتي دعوت لك ويشفيك الله، وإن شئتي صبرتي ولك الجنة. فقالت هذه العجوز بل أصبر يا رسول الله ولي الجنة، ولكن أدعو لي أنني إذا صرعت، إذا جاءتني حالة الصرع، أن لا أتكشف أمام الناس، أن لا تبدو سوءتي للناس. محمد عليه الصلاة والسلام كما قلت يعني القرآن العظيم نفسه، الشيطان نفسه ينصح أبا هريرة بآية الكرسي. فما بالكم، ماذا كيف تحكمون؟ من الذي ابتدع فكرة أنه لابد أن ينفث عليك شيخ معين؟ هذه يعني نقطة، إذا سمحت لي أنا أسترسل وحاول أن أدرك الوقت، عندي كلام كثير. لأنه عندنا دقيقتين يا محمد، عندنا دقيقتين أختم فيهما يا سيدي الفاضل. حبيبي لابد سنجد أنفسنا، وأعتقد أن سماحة المفتي بدأ بهذا الآن. لابد أن نكون، إما أن نكون مؤمنين حقيقيين نؤمن بالقرآن الكريم جملة وتفصيلة، ونؤمن به حرفا حرفا، ونعتقد بما ينص القرآن، ولا يفلح الساحر حيث أتى. المعوذات موجودة، الآيات التي تحمي وتتعوذ بها من نفسك موجودة، تقرأ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإما أن نعترف أننا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وللأسف الظاهرة الموجودة الآن تؤكد كلامي هذا، بدليل أن أكثر شعب يقرأ القرآن، وأكثر شعب يصلي، وأكثر شعب مهتم بالإسلام وتفاصيل الفقه الإسلامي. ومع هذا لا نتورع عن الإيمان بالتلبس مثلا. التلبس خلفه المسلمون كثير، وآخرهم علي مشرف العمري الذي أمضى، هذا الرجل أشجع رجل في المملكة، بعد 15 سنة بعد أن أثر ثراء فاحشا من النفث والقراءة، اعترف أنه عن طريق الأطباء النفسانيين أن هذه الأمراض التي كان يعالجها 96% منها غير صحيحة، أمراض نفسية وذهانية لها علاجات ولها حالات في المستشفيات تعالج معالجة طبيعية. نعم. القضية هذه لابد أن نكرسها في الناس. أما إذا أمننا أن الجن يتلبس بنا تلبسا ماديا، فوالله يا أخي شطارتهم يا معشر الجن، يا أخواننا الجن، في جن مسلمين تكفون، روحوا تلبسوا بخشش الظلمة هذول اللي الذين يقتلون الناس، روحوا فيهم. أما تتركونهم وتجون لسلام الزيد ومحمد السعيني هنا، ما سوينا شيء. محمد الله يجعلهم بعيد عنا يا حبيبي، وعن المشاهدين، وعن هم كل بعيدين والله، رب العالمين أبعدهم. ويكفينا شر الإنس،
شر الإنس كفينا شر الإنس. هو الإنس أهم شيء من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس. على فكرة الإنسي عفوا الإنسي الذي لديه علم بالسحر هو أقوى من الجن. في قصة سليمان الذي جاء بالعرش قبل أن يفتح سيدنا سليمان عينه والذي عنده علم من الكتاب. آدمي بشر وليس جني. الجني قال أجيبها يعني خلال فترة النوم قبل أن تقوم من مقامي. نعم حليني بقى. إذا مشاهدينا نختم حلقتنا هذه الليلة بما اخترناه لكم من سوالف فنية وفيها آراء لفنانون كثيرون عن الثورات العربية. نتابع. مع بدء الثورات في العالم العربي لم يكن أمام نجوم الفن سوى التعبير بصراحة عن آرائهم السياسية المؤيدة أو المعارضة، ولم يستثنوا حتى خشبات مسارح المهرجانات والمؤتمرات الصحفية لتبني القضايا والدفاع عنها وتبادل التصريحات النارية والاتهامات. فقد فاجأ الفنان فضل شاكر الجمهور المغربي في إحدى سهرات مهرجان موازين بدعائه على الرئيس السوري بشار الأسد، جاعلا الجمهور يردد وراءه آمين. بس بدي منكم تقولوا آمين. الله يدمر بشار الأسد. الله ياخد بشار الأسد. الله يحفظكم. أما الفنان ملحم زين فبالرغم من أنه اعتبر أن للسياسة منابرها غير خشبات المسارح فقد رد على تصريحات الفنان فضل شاكر. حقد التشدد بالروح للآخر يعني مش حلو يعني. نحن حبايب وكلنا حبايب. فرض اختلفت أنا وأي حدا سياسيا وفي عليه وهو بيعمل لي تمام أنا بعمله تمام، ليش بدي أتقتل أنا وياه يعني. أما الفنانة أصالة وبرغم انتقادها للفنان فضل شاكر وتأكيدها أنها ليست مع إطلاق الشعارات السياسية على المسرح فقد غنت للثوار في سوريا. حسيت أنه ولا تصدق إذا بدي أقول على الأبطال اللي بسوريا الثوار بدي أوجههم رسالة لكل الثوار الأشراف اللي موجودين عم يدافعوا عن كرامتنا وعن حريتنا بسوريا وبمصر باليمن بليبيا تونس طبعا الله يخلي لنا تونس خلص مرقت بقول لهم شو بنقول لهم ولا تصدق ها الله اكبر يقولوا ما يقولوا عن. وبالعودة إلى مؤتمرها الصحفي اعتبرت أصالة أن كل الفنانين السوريين الداعمين للنظام لا تتشرف بهم، وقد صدف وجود الفنانة السورية هويدا يوسف في المغرب لإحياء عدد من الحفلات فكان هذا ردها على أصالة. ما بتشرف فيها أصلا لأنه هي اللي بيكون بلا وفا اللي بيضرب ببلده. بعتقد هي اللي هي عم تحكي عنهم هن اللي حكموها وهن اللي عالجوها لتقدر تمشي على إجريها، وما بعتقد بيكون الوفاء أنه أنا أنكر الإيد اللي تمدت لي بوقت أنا محتاجتها. ولم تكتفي أصالة بمهاجمة فناني بلدها بل وطاول هجومها لبنان عندما قدمت أغنية على المسرح خليها الطابق مستور بإشارة بأن لبنان متورط مع النظام السوري، الأمر الذي سبب استياء كبيرا للصحفيين اللبنانيين الموجودين في مهرجان موازين. أنا ما بنزل من سنة وشوي على لبنان لأني بعرف أنه الموقف غير مضمون، يعني ما ضمناني. أنا لو بعرف أنه اللبنانية كلهم مثلك كنت نزلت ما كنت وقفت شغل. كوني أكيد أنه بس تجي على لبنان رح يرموك بالورد. أكيد اليوم المواقف تثبت عكس ذلك. المواقف فيه اليوم أكثر من 100 شخص معارض لسوريا بلبنان انخطفوا وانقتلوا وانعمل فيهم جرائم عجيبة. أوائل الردود من الإعلاميين اللبنانيين كان من نضال الأحمدية. طب أنت شو طلعت عملتي أنه وبعدين ليش شتمتي لبنان؟ انه مين انه لبنان هيدا بلد الارز والعز يا شقفة فنانة مش بلور ولك بلور بعينك
يعني إذا كنت زقاقية اوعى تخلينا نزعل ونغضب لنفرجيكي مين البلور. أما موقف الفنان ملحم زين فكان على النحو التالي. لبنان بلد رفع راس العرب كلهم، رفع راس العرب بانتصاراته بمقاومته بكل شيء، وحضن العرب كلهم. يعني أنا ما بعرف ليش أصالة عم تلكي على لبنان أو عم تجيب سيرة لبنان بأنه إزاز وما إزاز وبلور. من جانب آخر سعى بعض الفنانين لعدم الحديث عن السياسة كما حدث مع الفنانة نانسي عجرم ووائل جسار. كل سؤال سياسي ما رح جاوب عليه، يعني بعتذر منك، أنا جاي غني وأنا فنانة وما بتعطى سياسي أبدا. إن شاء الله كل مطالب الشعوب تتحقق، وبنفس الوقت كل الشهداء اللي سقطوا الله يرحمهم، وهني يمكن ماتوا لنحن نعيش. إذا مشاهدينا مع هذه الفقرات نصل إلى ختام حلقتنا، ألقاكم إن شاء الله يوم الخميس المقبل في أمان الله وحفظه.